حياة مأساوية مغموسة بالكثير من الخوف والفقر يعيشها الفلسطينيون في رفح، لا سيما في شهر رمضان المبارك الذي لم يكن اعتياديا على مواطني غزة هذا العام. عائلات بأكملها في قطاع غزة استقبلوا الشهر الفضيل هذا العام بغصة في الصدور مشتتة بين آلام الفقد والمرض والجوع، مأساة تعيشها أمهات ضاقت بهم الدنيا ما بين قلة المؤن لإعداد إفطار لذويهم وغلاء الأسعار لشراء أغراض رمضان. الفطور لسه مش هنعرف برضه نعمل إشي، اللي بالخيم على الفاضي، لسه اللي بتدور قهوة، لما إحنا عشان بالخيم والله ما إحنا عارفين نعمل خير، والله ما إحنا عارفين نعمل لا ولا أكل ولا شرب ولا عجين، حتى على المخابز بنروح العجين مش عارفين نعجنه. الأسعار نار، كله كوم، الأسعار هذه كوم، غلاء العيشة كله كوم، الحياة كلها هذه لا عارفين نشتري حاجة، لسه ما تبضعناش أصلا غراض رمضان اللي كنا قبل بيوم نجيب كل إشي لرمضان، المرة هذه ولا حاجة جبنا. جميع عائلات غزة استقبلوا الشهر الكريم بلا روح أو أحلام أو طعام قد يسد جوعهم وأطفالهم، فبدلا من انشغالهم بالعبادة وطقوسها الرمضانية يبحثون عن سحور أو إفطار يستعين به على الصيام. لا جبنا سحور، لا جبنا، لحتى الآن مش عارفين إيش بدنا نفطر، فطور مش عارفين إيش بدنا نفطر يا ابن الحلال. سحور رمضان نبقى نجيبه من قبل 3-4 أيام، تصور لحتى الآن قسما بالله ما جبنا، لو إيش بدي أقول لك، لو جبنة كشكوان ما جبناها. ما بين حرب وشح في الطعام يظهر كابوس آخر يهدد حياة مئات الآلاف من سكان غزة. المتحدث باسم الأونروا أكد أن هناك انتشارا ملحوظا للأمراض بعضها لم يكن شائعا من قبل، مما يسبب انتشار الأوبئة بين النازحين في ظل ندرة الماء والغذاء والدواء. الأم ما قدرت لا توفر مأكل ولا ملبس لابنها ولا حتى تحممه زي الناس، معي البعوضة، معي الدبان، معي الجمل للأطفال. رمضان حزين حل بقطاع غزة فقد كل طقوسه المعتادة، فغزة اليوم مكبلة بالحزن والجوع، وحيدة لم تتمكن من استقبال الشهر الكريم كعادتها.